أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين. سماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي، أصحاب السماحة والفضيلة، طلاب العلوم الدينية، الآباء الأفاضل، الإخوة والأبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم باسمي ونيابة عن إدارات الحسينية وإدارات مآتم النعيم ومنتسبوها بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سماحة العلامة عبد الله الغريفي على نجاح الفحوصات الطبية والعودة إلى أرض الوطن سالما معافى. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء، فيرجح عليهم مداد العلماء على دم الشهداء. وعندما نتساءل لماذا يرجح مداد العلماء على دماء الشهداء، يأتي الجواب في قول النبي صلى الله عليه وآله: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد. وذلك لأن العالم لا يتقوقع على نفسه ولا يحب الخير لذاته فقط، بل يسعى لأخذ الناس نحو الهدى والحق. فهو يأخذ الذين لا يعلمون كيف يصلون إلى الحق، وبذلك يسمو إلى أعلى الدرجات. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وآله يقول للإمام علي عليه السلام: ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. ونحن نقول: عندما يقرر العالم الواعي أمرا فينبغي للمؤمنين أن يسندوه ويؤيدوه. اللهم من على سماحة السيد بالصحة والعافية، وانفعنا بعلمه، وزين بطول بقائه الأرض يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.